بلال. ناديلي عائشة إذا سمحتي. تمام. تسمحوا لي أدخل؟ أهلا وسهلا. الخالة فتون، أنا حاكيت لك عنها، مرت أبوه لبلال. عائشة، بلال قال لي خبرك إنه واقف برا عم يستناكي. ابني ليش واقف هون؟ شبك ليش ما فتت لجوا؟ يلا حاطين العشاء بالصالون. بدي روح نام ببيت خالي. عم تقول رايح، ليش واقف هون؟ أنا لازم أحكي بشغلة مع عائشة. أنت مو مشان تخليه هون تحت جناحك عم تركضي ورا؟ بصراحة ما رح تستفيدي. لا تخليه يهرب منك، لأنه إذا ضليتي وراه رح يمل ويطفش. اسمعيني نيبال خانو. قولي لي نيبال بس بكفي. طيب ماشي نيبال. ليكي أنا بعرف ومتأكدة إنه وضعك مو سهل أبدا. طيب شو بدي أعمل بالله؟ قولي لي الله يوفقك. أنا من زمان مو سألة عن حالي أصلا. ما كنت عم فكر إلا بعائشة. حاولت إنه نزل الولد أكثر من مرة، بس نصيبه يضل. ولما يئست حاولت أقتل حالي، بس كمان ما زبطت. ليش ما رحتي على المدرسة؟ أنت كمان ما رحت. عائشة لا تعملي هيك. كيف لازم أتصرف وشو بدي أعمل؟ قول بلال فهمني. أرجوكي لا تغيبي، المدرسة بالنسبة إليك مهمة. أخي عم يستناكن على العشاء. أخي عم بيناديكن على الأكل. طيب ماشي، فيك تروحي ملاك. أنا هلأ كيف ممكن أقعد على سفرتهم وحط عيوني بعيونهم؟ شو فيها إذا قعدتي؟ لكن معقول تنحبسي بهالغرفة من اليوم لتولدي الولد؟ هالشغلة كتير صعبة وما فيكن تتحملوها. فهمي، مجبورين تعدوا على السفرة. بعرف إنه أنت مالك ذنب، صحيح ممكن تكوني غلطتي، بس مو أنت اللي وصلتي القصة لهالمرحلة. أنت لازم تكوني قوية مشان أختك يا نيبال. إذا بقيتي ضعيفة عائشة شو مصيرها؟ بتحمل القعدة على سفرتهم والحكي اللي بيسم البدن، بس عائشة لا حدا يقرب عليها. من غير شي مو قدرانة أطلع بوشها لأختي. نيبال، إذا ما بدك تواجهيهم عائشة هي اللي رح تحارب بدالك، بتعرفي هالشي؟ إذا أنت ما بدك تحطي عائشة ببوز المدفع لازم تاخدي موقف وتكوني قده، ما هيك؟ ما عاد في شي مهم بالنسبة إلي. بسببي تغير وضعك وتخليت عن كتير أمور، حتى البيت تركته. دروسك تركته وعم تقعد عند خالك مشان ما تواجهني ولا تشوفني. كل هالشي أنا سببه. عائشة، هذا لا ذنبي ولا ذنبك بنوب. أكيد هالموضوع من عين أصله غلط، بس لا غلطي ولا غلطك أنتي. بوس إيدك، لا تخلينا ندفع الثمن، لا تسمحي لحدا يظلمنا. طيب شو العمل؟
يلا تفضلوا على العشاء. فايت اقعد على السفرة لشوف شو اخرتها بقى. شبك ما بدك تاكل؟ مالي نفس. صار شي بينكم؟ معلش نحكي مع بعض؟ ايه طبعاً تعب. ان شاء الله بتتهني نارين خانو. خليكي عم تتفقي مع جوزي وتعملوا خطط انتي وياه. هاي ابنك طار واخوكي طار. فرجينا هلا اللي بيطلع بايدك. يلا قول، عم بسمعك. إلي عندك طلب. إذا فيني ليش لا؟ عائشة المفروض ترجع المدرسة. انتي ومايا بجوز تقدروا تقنعوها. بلال انت كمان مفروض تداوم. ما تتدخلي فيني أنا. ليش ما أتدخل فيك؟ رح تضل قاعد عند خالك هيك كأنك هربان؟ هلأ مو هي هي المشكلة. شو هي المشكلة؟ عائشة عندها مذاكرة إنجليزي بكرة. إذا نزل معدلها ما رح تاخد المنحة. أنا رح أدرس مشانها. بهالحالة شو ممكن أعمل؟ بركي مايا بتساعدني بدروس الإنجليزي. أنا ما كتير شاطر بهالمادة يعني. إيه أكيد، ليش لا؟ حلوة هالفكرة. تعال عند مايا مشان خبرها. بلال وعائشة لازم ندرس إنجليزي. شو هالتغيير؟ لما صار له مصلحة شفنا وشه عنا. خلصنا عايدة. خليني أحكي. عايدة لا تعملي هيك لو سمحتي. لا تنسي إنك مديونة لإله بحياتك وحياة جواد كمان. بلال تفضل اقعد. لك انت لسه عم تحك راسك؟ يا عمري ما انا شغله سهله. شبك انت مأمل؟ ايه بس ماما حطت لي دواء. والدواء خلى راسه يحكه. يلا جواد خلينا نطلع مشان اخواتك واخوك يدرسوا. ما بيصير انتو تحلوها بعدين انا انقلها؟ لا والله ما بيصير. يعني الا بدكم تتشفوا فيني. اي والله يا بلال هالفرصة ما بتصح لي دائما. ليكي هي انتي حالة كل الاسئلة، خلص بنقلهم وبنخلص من هالشغلة. تأمر امر، في مشكلة تانية؟ ايه في مشكلة تانية، متأكد. هي انتي. والله بلال؟ يس. هذا اللي حافظه من الإنجليزي؟ لا بنوب، بعرف كم شغلة كمان بس مو حلوة أقولهم قدامكم. طيب لا تزودوها فهمنا. وانتي قليلة لأختك تسكت بقى. عن جد؟ وشو بتعمل؟ أنا أجيت مشان أتعلم مو مشان أتخانق. بالإنجليزي انتي سيستر، وإذا ما بتعرفي بعلمك. بلال شوفي، جبت لك أسئلة الإنجليزي. أنتي بكرة لازم تروحي. كيف حليت الأسئلة كلهم؟ مايا هي حلتها. تصبح على خير بلال.